مش بس كلام. معاك اسماء من قصص مبشير. تحياتنا لك اسماء. اسماء توا فقرة عطاير. نعم عطاير. في تحدي توا بيننا وياك. تمام. شنو هو؟ تحدي بيننا وياك. باهي. لعبة الحروف نلعبوا بها. شنو هي؟ لعبة الحروف. باهي. يلا اختاري حرف انت. وين يعني تبي كوشينة تبي شنو يعني؟ لا 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 اسماء بنت ولد جماد حشاك حيوان. اسلام. باهي حرف الاي. حرف الاي. نبدا انا. ايا حرف الاي. هيا اسعد. ايا مش انت بتاني ابراء. لا شو في تاني قلتم؟ اسم. أرز نبات. شو مازال في تاني؟ بلاد. أرمينيا. 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 لا هم مرة سبعة. أرمينيا ما تعرفيهاش؟ لا. من ضواحي 100%. أي أنت توا حرف الباء. حرف كذي؟ حرف الباء. الباء. باسم. بنت. بسمة. حيوان. حيوان بطريق. باهي بلاد. بلاد 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 بلاد. حوته خليك. جلالة روح الشمات قالت حوته. بلاد لحظة بس. لا مش تبرق. لحظة بس. خريطة. شنو هي مازالت لك حاجة واحدة أنت ولا؟ بلادي. شنو هي بلادي؟ بريطانيا. قولي بريطانيا. بريطانيا قولي بريطانيا وريحة. تمام شكرا. شكرا لك. شكرا لك على تواصلك معنا. مش بس كلام.